Bienvenue à tous qui nous suivent dans cette interview en live avec l'artiste Sheldoni Fouad. Sheldoni Fouad est un artiste et aussi un poète. Donc, puisqu'il est marocain, on va passer à l'arabe. Fa ahlan bil moudirin, fa anasuna anat al moudirin, comme on a dit. Wa nourahib jami'an bil fennan wa al-sha'ir Fouad Sheldoni. Fa ahlan bikum Fouad. إننا على الهواء مباشرة. فيا حبذا فؤاد تحدثنا عن مسقط الرأس وعن البدايات الدراسية والبدايات الفنية لأترككم تسترسلوا. فأهلا بكم دائما في القناة. نعم. مرحبا أخي علي، مرحبا بمشاهدينا. فؤاد سلبي من مدينة سلا المغرب. دراستي كانت في المدينة ذاتها اللي كنت فيها وتعلمت فيها كذلك، إلى أن وصلت إلى الجامعة لدراسة مدينة الرباط. ما يميز هذه الدراسة هو أنها كانت اتجاه بعيد شيئا ما عن الفن، وإلى مستوى معين تداركت الأمر وأخذت أبحث عن نفسي في لتكوينها في هذا المجال. دراستي كانت متخصصة أساسا في الأدب وفي الخطاب الشعري وتأويله والصورة كذلك. هذا ليس بعيدا، يعني هذا داخل في المجال الفني او في هذه الاهتمامات التي كنت انا زاولها منذ وقت مبكر. انا كنت اكتب وارسم كذلك منذ الطفوله، لم اعرف ابدا الى حد الان كيف كان ذلك، كيف رسمت ولا كيف كتبت ومن الذي سبق. فكانت التجربة يعني مثل كما أصورها دائما مثل الطائر الذي يطير بجناحين. كان فضل كبير في هذه التجربة أشخاص عظام عشت معهم في طفولتي وأيضا في بدايات اهتمامي الفني والأدبي. أذكر منهم مثلا أحد المعلمين الأوائل الذين درسوني في المستوى الثاني ابتدائي، الذي كان يقتني هي الأوراق والملونات، وكان يشجعني جدا. كذلك أذكر خالي الموسيقي مصطفى عاصم الدين، الذي كان كلما زارنا من مدينة وادي زم إلى مدينة سلا كان يصحب لي معه قطع الألوان والمجلات للتلوين وكذا. كنت أسعد طفل في العالم وأنا أنزوي إلى زاوية في البيت وأفتح تلك المجلات وأنخرط في التلوين أشياء جميلة كنت أسعد بها. هذه البداية هي التي شكلت امتياعا من اللوعة بالفن وبالألوان وبهذا الخطاب الذي صار فيما بعد اهتماما بين قوسين احترافيا. هكذا تولدت القصة ولا زالت مستمرة ولا زلت في بدايتها. أعتقد أن القادم دائما هو الأجمل وهو الأحلى. نعم. ف
أي جهات تجدون نفسكم أكثر؟ أفي القافية والحرف أم في الريشة واللون؟ لابد أن أم في الوسط؟ صدقني أنا بينهما، أنا لا أستطيع أن أعيش دون أن أكتب ولا أستطيع أن أعيش دون أن أرسم، وهما خطابان وهما عملان أو انشغالان متوازيان. يعني ما نرسمش على حساب الكتابة أو تكتب على حساب الرسم، وإنما أنا أسير بينهما. أحيانا تخطفني اللوحة وتأخذني إلى عوالمها، تنخرط في المرسم بتجربة ما، في فكرة ما، تحقيق رؤية جمالية ما تتعلق بالألوان، وأحيانا أخرى أجد نفسي في قصيدة تسكنني، قد أكتبها في الليل وقد أكتبها في الصباح وقد أكتبها وأنا أحيانا سائق سيارة. لذلك يعني الإبداع لا يعني يسكنني بشكل عام، بالتالي فأنا لم ولا أزاول أي عمل آخر خارج الكتابة والرسم. نعم، فالإبداع حالة. حالة طبعا. هي حالة تسكن المبدع وقد تجعله يعني مهووسا وداخلا في عالم من التجلي، في عالم من البحث عن شيء ما مفقود دائما سيظل مفقودا إلى الأبد، لأنه دائما نجري وراء القصيدة المشتهات، وراء اللوحة التي سوف لن نرسمها أبدا، فبالتالي دائما يسكننا هذا الهاجس. هل وأعتقد أن المبدع الحقيقي هو الذي يعتبر نفسه دائما في إطار بحث دائم، ومشروعه في البحث مستمر ومفتوح إلى ما لا نهاية. هل هو بحث من أجل التكامل أو بحث من أجل التفاعل؟ طبعا هو بحث من أجل الخلق أساسا. نعم. لماذا؟ لأن لا يسكن المبدع أساسا هو أن يترك أثرا ما، أن يبحث عن اللوحة التي تمسك العالم من شعره، هذه اللوحة التي تقول كل شيء و يعني تعكس هذا الامتلاء الذي داخل، الذي يسكن الفنان ويخارجه، تعكسه بشكل صادق. طبعا دائما هو يبحث، وهذه هي المتاهة، تبدأ وقد لا تنتهي. وتذكرت أنا يعني واحد قولة جميلة جدا. نعم. يقول الرسام يرسم لأن لا وقت لديه لكي لا يرسم. الرسام يرسم لأن لا وقت لديه لكي لا يرسم. هل هو مستمر في هذه التجربة؟ نعم. فعلى الرسام في حد ذاته يبحث عن شفرة معينة لإبلاغ رسالة الفنية، أم في ظل البحث يكتشف الذات والآخر كموضوع فلسفي؟ حينما نبدع فنكتشف ذواتنا من خلال البحث ونكتشف كذلك أحاسيس الآخر، أم نحاول أن نفك الشفرة من أعين الآخرين لنوصله رسائلنا الفنية؟ هو الفن أو الإبداع بصفة عامة هو تعبير عن ما يسكن الذات. ننطلق من الذات ومن، وأنا أتحدث عن أساسا عن تجربتي الواضعة، أنا أنطلق مما هو ذاتي ومن تجربتي الذاتية، وأحاول أن أعطيها وقتا كي أفهمها، كي أحاول الغوص في أغوارها
وبالتالي أحولها إلى خطاب قد يكون بين قوسين جماليا، سواء كان كتابة أو رسمة. نعم، أنا أنطلق دائما من هذا الكائن الذي أنا هو، وبالتالي تجربتي ذاتية بامتياز. وحتى كثير من النقاد الذين تناولوا شعري أو رسمي كانوا دائما يربطون بين تجاربي الذاتية وبين حياتي وما أقدمه من إبداع بين قوسين، لأن ذلك مرتبط جدا. أتذكر دائما أن مثلا ديوان ماسكا ليل كوكب كتبته سنة 2013 انطلاقا من تجربة ذاتية مع المرض، تجربة قاسية مررت بها، أنتجت ديوانا. أحيانا أخرى أدخل في تجربة كيفما كانت وتنتج أعمالا فنية، وأستطيع القول أن حياة الفنان كلها هي عبارة عن مشروع محتمل دائما للإبداع. فنمطكم الفني المرئي بالطبع، لا أتكلم عن الشعر، فهل هو اختياري أم كحالة وجدتم نفسكم هكذا تبدعون بهذه الطريقة الجميلة الممتلئة بالألوان وبالضوء؟ صدقني يا صديقي أنا لم أختار شيئا، والله يعني لم أختار، وإلا لاخترت أن أكون مقاولا ابن العمارات أو أي شيء آخر. حتى المقاول قد يبدع في على الأقل غادي ندير شوية فلوس. طبعا الأمر لا أكبر من ذلك بكثير. الإبداع هو مسألة وجودية. أنا أحسس أنا عندما وجدت في نفسي الحاجة إلى الكتابة والرسم هرعت لأفعل ذلك، ولم أفكر في أشياء أخرى خارج الإبداع نفسه. هي حاجة نفسية، حاجة ذاتية جعلتني أشعر بالسعادة وأشعر بنوع من الاكتفاء وأنا داخل هذه العملية، عملية الرسم أو عملية الكتابة. أستاذنا الكبير الفنان فؤاد، سنترك جمهورنا مع لوحاتكم بالطبع، هناك فيديو موضب، ولنرى تفاعل الناس، وبعد قليل نلتقي.
عدنا جمهورنا ومعنا ضيف وهو الأستاذ ناظم ناصر القريشي، وهو بالطبع صديق الفنان وناقد. فأهلا بكم ناصر، كلمة في حق فناننا الشدودي فؤاد بطبيعة الحال، فهو على الهواء كذلك معنا مباشرة على يمينكم يا أستاذ، يشاهد الجمهور. حقيقة الشاعر والفنان التشكيلي فؤاد شردودي من الفنانين المميزين والشعراء المميزين. أنا اكتبت عن إخوانا من باب الاحتياط القريب مقال ونشر في جريدة الزمان العراقية بطبعتيها في لندن وفي بغداد وأيضا في بانوراما الأسترالية وأيضا في المغرب في جريدة الصحراء. حقيقة الشاعر يبدأ من الدهشة، دهشته لا تمسك أسرارها، ولذلك يحاول أن يطبق هذا على القصيدة وأيضا على اللوحة التشكيلية. فؤاد شردودي من الشعراء اللي أثبت أنه الشعر هو الحالة الآيونية للكلمات. إذا عندنا أربع حالات للمادة أو الكلمات، فالحالة الآيونية للكلمات أثبتها فؤاد شردودي. أيضا بالفن التشكيلي لفؤاد، حقيقة إذا الفنان الألماني بول كيلي رسم لوحة صوت دافئ يحاول أن يسمع الصوت من خلال الألوان، فؤاد من خلال الرسوم مالته حاول أن يكون أوركسترا لونية. يعني لو أعطينا كل لون مسافة زمنية لحنا زمنيا او لحنا على مقام معين من خلال تردد الموجي للالوان، ستصبح عندنا
بالإضافة للسلم الموسيقي راح يصبح عندنا سلم للألوان، وهذا شيء نادر حقيقة. يعني أنت عندما تنظر إلى لوحات واد يعني يجعل الألوان تتكلم لغتها الخاصة بي. لذلك فؤاد يوصف من الشعراء النادرين في الوقت الحاضر، وأني جدا سعيد لأن كتبت عنه وتعرفت عليه وقدمته للجمهور العراقي والعربي من خلال مقالي، وإن شاء الله عندنا مقالات قادمة بهالشأن هذا إن شاء الله. شكرا، جميل ما قلتموه. فبالطبع الأستاذ فؤاد الشردودي له طابع مميز، فأبلغتم حينما قلتم بأن سيمفونية للون، أهو يطوع اللون أم يطوع الحس؟ حقيقة يعني لو تقرأ لفؤاد الشردودي راح تجد أنه قصائده تحتوي على أساطير قابلة للاستعمال، دعنا عن الميثولوجيا، لكن أساطير حاضرة في الوقت الحاضر. ولذلك فؤاد الشردودي ينتقل فيك من مكان إلى مكان من خلال الكلمات، كأنما تتسلق شجرة من غيوم أغصانها مطر، وهذا شيء حلو جميل جدا. يعني فؤاد شاعر مميز. نعم، المخيلة طبعا انه لو ما المخيله يعني خيال عده واسع جدا وما محدد، وجعل هو المسافه بين التشكيل والايقاع الشعري مسافه استثنائيه، بحيث انه جعلها تكون منفلته عن خلينا نقول عليها سجن النص او ضوابط النص. ولذلك تقرا الفؤاد كانما تستمع الى الالوان، كانما تستمع الى موسيقى، وتنظر إلى لوحته كذلك في مماثل، كأنما يرسم القصيدة والقصيدة هي التي تكتبه. هل هي صدق المشاعر أم إثقال الحرفة؟ فؤاد في عالم ثاني، في جانب آخر، وخلنا دعنا نقول في رواية أخرى. فؤاد حقيقة يعني في جانب آخر، يعني من عندما طلعت وقرأت ما كتبه حقيقة تفاجأت. يعني شاعر متمكن متمرس هذه صنعة الأدب. هنا عندنا الشعر، عند فؤاد شدو الشعر ليس درس أكاديمي، شعر إبداع، ولذلك احنا كتبنا عليه أيضا بطريقة إبداعية. أنا يعني مو ميالي الأكاديمية، لكن الإبداع يجب أن لا يقيد بالأكاديمية. الإبداع شعر إبداع، والكتابة عن الشعر أيضا يجب أن تكون بهذا الاتجاه وبهذا النحو، وهذا اللي أنا دا أمارس الكتابات حقيقة. نعم، ويلتحق معنا كذلك، سنضيف الأستاذ عمر، وهو كذلك من أصدقاء الفنان سيأخذ مكاني. إذن أعتذر قليلا لكي أسوي مسائل. سنترك الجمهور قبل كل شيء مرة أخرى مع الفيديو المواد.
نحن مرة أخرى على الهواء مباشرة ونرحب بضيف جديد وهو الأستاذ عمر العسري بالطبع الشاعر الذي سنترك الأصدقاء يتكلمون فيما بعضهم وكذلك فلتعرفنا أستاذ على فؤاد الشدودي من جهتكم فلكم الكلمة الأستاذ عمر العسري ومرة أخرى نرحب بكم على الهواء مباشرة في قناة الدهش فأهلا. شكرا عزيزي ورئيس هذه الجلسة الافتراضية. أنا سعيد بالمشاركة الحمد لله تجربة شقيقي وصديقي الفنان التشكيلي والشاعر السجال فؤاد الشردودي. ما كيف سأتحدث عن فؤاد؟ هل أتحدث عنه كشاعر أم كفنان تشكيلي أم كسجال؟ لأنه ينتمي إلى زمرة السجالين الذين راهنوا على تحول جدي في أداء القصيدة السجلية المغربية المعاصرة. فؤاد لا يمكن أن نفصل بين الشعر والتشكيل في تجربته، فشعره تشكيل وتشكيله شعر، وكأنه يرسم بالقلم ويكتب الشعر بالفرشاد. فهذا التنافذ تحقق على نحو واعي ومعرفي. كان لي شرف أن اطلعت على مشغله التشكيلي وكيف يشتغل في هذا المشغل، ليس بآليات فحسب وإنما بمعرفة، وهذه المعرفة ناتجة عن بحثه، وهو متعمق أيضا في قراءة الجماليات والخلفيات وقراءته خاصة الاتجاهات النقدية وفنون ما بعد الحداثة. كيف سأبدأ أيضا الحديث عن فؤاد الشردودين؟ هل من ديوانه ماسكا ليلة كوكب أو السماء تغذي المحطة أو من باب الاحتياط أو أنا غير سخير أو عداوات يوم واحد؟ هو تراكم شعري مهم أضاف لي قصيدة النثر المغربي الشيء الكثير، وأنا أجدد له التهنئة بإصداره الجديد عن باب خطوط عداوات يوم واحد وجديد عمله الشعري. فؤاد الشردودي يكتب قصيدة أعتقد أنها قصيدة معولمة، أنها تستجيب لروح العصر ولكنها لا تعيد لنا العصر كما هو، وإنما تصيغه صياغة ذاتية مرتبطة بالخلفية المعرفية وبالتقنية الشعرية، وهو يحافظ على إيقاع شعري منذ ديوانه الأول إلى الديوان الجديد على إيقاع شعري خاص وعلى رؤية فنية متجددة، غير أن هذه الدواوين لها رابط. لا يمكن أن نقول بأن في تجربة الشعرية هناك إحلال وإزاحة للأعمال، وإنما هو لديه رؤية تأليفية، وهذا نادر في القصيدة الحديثة. ولا يؤمن أعتقد بكون الكتابة عند تباعد نفسي في نفس العمل أو الديوان، ولا يؤمن بالديوان الشعري بقدر ما يؤمن بالكتاب الشعري. وعندما نقرأ مثلا من باب الاحتياط وهو قرأته أكثر من مرة، نجد بأن الديوان تعضده ليس تيمات، وإنما تعضده رؤية فنية خاصة، رؤية فنية أعتقد أنها ممتدة حتى في الجانب التشكيلي. التجريد الذي يؤمن به فؤاد هو تجريد مطلق وليس تكعيبي أو لديه حدود. فتلك الرؤية الاحتشادية التي يستقيها من المدينة ومن الحياة المدينية نجد لها أثر، ولكن هذا الأثر بشكل آخر وبوعي آخر وبتقنية أخرى، أي أن هذه القصائد وهذه اللوحات تشبه جوابي
الفنان والشاعر حسي فؤاد الشربوني. هل يمكننا أن نسقط على شوارع الرباط وسلا بمتناقضاتها وبأضوائها وبغرائبها، أم يغوص إلى أبعد من المدينة إلى العالمية؟ هو العزيز فؤاد هو كثير الحركة والترحال، وأعتقد هو لا يلتزم بمكان، هو كثير السفر وكثير الترحال، الدينامية حتى في الجلسات الدينامية والتوقي للترحال والترحل، لأنه لديه بعد أنه ليس تغيير المكان، وإنما بقدر تمثل أمكنة أخرى في التجربة. تبقى الرباط هي ذلك المستقر المشغل الذي يلم فيه شتات رحلاته وشتات تنقلاته. احنا نعرف انه ينتقل الدار البيضاء في مراكش من خلال المعارج، وينتقل خارج الدار البيضاء على مستوى عربي وعلى مستوى اوروبي. ونحن نجدد في هذه المسألة ونتلمس حتى في طبيعة التشكيل، انه هو لا يلتزم من كل معرض والمعرض نلاحظ بعض الانتقالات، ولكن تلك الانتقالات هي محجوبة، لا 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 يتلمسها ولا يراها إلا من يتابع التشريبة ويتابعها بحب وبعمق ويستقصي عنها في كل حين. أن هذه اللوحات التي يشكلها أو التجارب التي قد تخرج في إطار 30 لوحة أو ما فوق في كل تجربة في كل معرض لديها نتوءات، تلك النتوءات هي ليست نتوءات طارقية بقدر ما هي نتوءات تجدد تجددها وتفتح أفقها، بحيث أنه أجده فنان تشكيل تجريبي مغامر يمنحك لوحة احتشادية بالأنواع. هذه جرأة، وهذه الجرأة عن الخروج عن المفروض، الخروج عن المألوف، تصنع لنا الغرابة، وغرابة هي الإبداع. نعود إلى الأستاذ ناظم. فالأستاذ ناظم، إبداعات فؤاد الشدودي وإيحاءاته، أي إيحاءات نحو المستقبل، أي يعني هي إبداع مستقبلي يحادث الآتي، أم كتصور عن الوضع الراهن عن جموديته فهو يحاول أن يخلق فضاء آخر؟ نعم، حقيقة فؤاد يمارس شعريا تشكيل لوحة القصيدة عبر لغة تكوينية، وهذا شيء جدا جميل. لغة تكوينية واسعة ويغامر بالابتكار. إذا أردنا أن نعيش القصيدة كعالم افتراضي كما نعيش الآن عالم افتراضي، سنجد بعض من ملامحنا موجودة في قصائد فؤاد، بعض أحلامنا اللي تنهدر يعني تضيع مع الوقت. سنجد أنفسنا ضمن القصيدة، وحقيقة هذا إبداع وفي يكتسب لفؤاد. من هنا نستطيع أن نقول أن فؤاد شذوذي دائما في المستقبل، يعني هو الآن لكن دائما يكتب في المستقبل، دائما نقرأه في قادم الأيام، وهذا شيء جدا مهم وخاصة للشعر العربي الحديث وليس المغربي فقط. عيناه تسبق خطاه، أليس كذلك؟ نعود إلى فؤاد فقد ظل صامتا. فؤاد نعم، لو تحدثنا عن مشاريعك المستقبلية. قبل ذلك أود أن أشكر صديق ناظم ناقد الأديب الكبير على هذه المداخلة القيمة التي أتمنى أن أستحقها. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل لشقيقي صديقي عمر العسري الناقد والشاعر الجميل على هذه الكلمة النابعة من القلب والعقل أيضا.
شكرا لكما. بخصوص مشاريعي انا حاليا يعني كانت سنة 2020 كانت سنة لولا ما قدر الله هذا الوباء الذي نتمنى أن يزول كانت ستكون سنة حافلة، لأنه كان عندي معرض بمشاركة في معرض جماعي في نيويورك ومعرضين بفرنسا وكذا، كان عندي مجموعة وكذلك معرض بالأردن في جرش. نعم. لكن قدر الله ما شاء فعل، المعرض بعض المعارض يعني انتأمت مثل المعرض الآن اللي عندي في مدينة ليانيس بفرنسا ومعرض جماعي الآن هو شغال يعني، وكذلك أحضر لي معرض بالدار البيضاء في نهاية السنة ومعرض بالمعهد الفرنسي بالرباط، وأيضا على مستوى الشعر أنتظر ديواني الشعري الجديد الذي سيصدر أو صدر عن دار خطوط وظلال بالأردن والذي يحمل عنوان عدوات يوم واحد. جميل، وعنوان يحيلنا إلى عدة صور. فنعود نعم لكم الخط. قول يعني على 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 ذكر العنوان، انا دائما احيانا قد ياخذ مني العنوان فقط ما ياخذه الديوان باكمله، بالتالي فانا دائما ابحث عن عناوين تحمل في جعبتها ما سماه سي عمر بالغرابه، ابحث دائما عن هذه عن خلق هذه الدهشة، لأن العنوان كعتبة جمالية وعتبة شعرية هو أساس يعني في العمل الشعري. نعم. فكانت السماء تغادر المحطة عنوانا مثيرا، وكذلك ماسكا ليل كوكب، ومن باب الاحتيار يعني هذه الجملة التي تقال دائما ونسمعها دون أن ننتبه إليها، ولكنها جملة في غاية الشعرية وفي غاية الجمالية. نعم. أن يكون للاحتياط بابا، فهذا رهيب. لا أجد نفسي أمام هذه الصورة مندهشا، كيف يمكن أن يكون للاحتياط بابا يعني نقفله ثم أو نفتحه. الآن أنا أمام عداوات يوم واحد، كيف يمكن أن يكون في يوم واحد عداوات كثيرة؟ هذا ما نعيشه الآن، وعالمنا مليء بالعداوات، وأنت عندما تفتح عينيك في الصباح تجد نفسك عدوا للوقت، عدوا لأشياء كثيرة، عدوا وهناك أشياء أخرى تعاديك دون إذن منك، وبالتالي هذه العداوات حاولت أن أرصدها في نسق شعري مختلف، أتمنى أن يحمل ما آمله منه من الجدة والفرادة. لابد إذا كان هناك تعب لابد أن يكون محصور. فنعود إلى الأستاذ عمر، لو طلبنا منكم توجيه رسالة على الهواء إلى الفنان والشاعر، فما ستكون رسالتكم بالضبط؟ ماذا سأقول العزيز فؤاد؟ هو أنه فنان أدرك في اعتقادي الشخصي أنه أدرك أنه في عصر الاتصالات بالأقمار الصناعية واستخدام النظم الرقمية تضاعفت اكتمالات الاتصال العالمي، مما أضعف تأثير التقوقع في المحلية الفنية. فهو يؤمن بهذا المسألة أن الفن لم تعد له جغرافية ثابتة، وأن الكتابة لم تعد لها جهة نظر واحدة، فيمكن النظر إلى هذه الأشياء الجديدة التي أصبحنا نتلقاها سواء إلكترونيا أو ورقيا.
ثم تلقاها بصريا الا واحد الى غير ذلك، الى اعاده النظر في المفاهيم واعاده النظر في اليه التلقي. اللوحه عند مثلا فؤاد الشرقي لا يمكن النظر اليها من جهه واحده، هي كقطعه البلاط في اي جهه نظرت اليها والا تبدلك لون مغاير. وانا احييه على اشتغالي، انا اعرفه جيدا، اعتبرته انسانا مقاتلا في مشغله، يقاتل ويحارب من اجل ان يمتعنا بتجريب مبهج، وهذا هو لانه مبهج لا في تجريبه ولا في اشعاره التي قلت هي لا تحاكي، وعندما تعيد بعثه انطلاقا من تصور فني وجمالي له خلفيه معرفيه تتقصى معارف والمعلومات ليس محليا او عربيا وانما كونيا. هذه وظيفه الفنان المعاصر، يجب ان تكون لديه خلفيه معرفيه وان يكون له التفات تقني معين لكي يصبو بالكين بآخر الى ان يخاطب اوعاء اخرى. نعود الى الاستاذ ناظم ناصر القريشي. استاذ، بما اننا في الميدان الثقافي، فهل المثقف عالميا لا زال يقوم بدوره نحو المجتمع ونحو الاخرين؟ قبل اجاوبك على هذا السؤال، احب اعقب على الديوان الاخير لتوحيدي، اداء اداء ادوات يوم واحد واسمه الديوان يعني. نعم. اي هذا يذكرنا بروايه يوليسيز للروائي جيمس جويس، روايه عظيمه يوم واحد، مسافتها الزمنيه يوم واحد، لكن اللي يكتب فيها جويس اكثر من 10 سنوات يمكن او اكثر، ما اتذكر الفتره لكن فتره كانت طويله جدا. حقيقه عندما تقرا لشردودي تجد ان الثقافه العامه التي توجد لديه ثقافه جدا واسعه، وهذا يدل على أن الشاعر متمكن حتى من لغته ومن أفكاره بصياغتها على شكل قصيدة، وهذا شيء جدا مهم. نحن بحاجة إلى ثقافة عامة، سواء إذا كانت عن قراءة الشعر والإيحاء عن طريق الشعر أو قراءات أخرى، رواية، مسرح، إبداع، أي نوع من القراءة التي تضيف لثقافتنا العامة، هذا شيء جدا مهم. فؤاد من الشعراء الذين يتمنون الكلمات على روحه، يحاول أن يؤسس خطابه الشعري على هذا الأساس، وهذا يثبت عنده كثافة في الحضور، ولذلك تجد القصيدة يعني في بعض الأحيان كأنك تشاهد فيلم سينمائي بإخراج واسع، مسافة شاسعة، حضور واسع، انتقالات من خلال تدفق الصور، حيث يشكل عندك نوع من الإيحاء والخيال اللي يزيدك تطلع لهذا العالم. وهذا هو فؤاد شردودي. حقيقة أنا أتمنى له الموفقية وأتمنى له أن يبدع بهذا المجال بقدر مقامته بالابتكار. شكرا. وبالمناسبة سنطلب من الأستاذ فؤاد بأن يسمعنا قصائدك. يكون صراحة. نعم. إذا كان لم يكن هناك مانع فأهلا. بكل صراحة. سأقرأ قصيدة من عدوات يوم واحد. نعم. قصيدة بعنوان شؤون المروحة. شؤون المروحة. الأمكنة صارت بلا معنى يا سامويل بيكيت.
حكايات رفضتها الطبيعة حواس غريبة مثل مروحة معلقة في منتصف خبر سيء. كلما أطلت النظر في الألوان صرت عدوا لمزاج الجميلات اللواتي لا وقت لديهن للاكتئاب. حتى صورة والدي المعلقة وسط غرفة المعيشة تتقزز من كذبي المتكرر، كأن أحدا ما كتب على عظامي رواية سيئة ومضى. أمزج ألواني بزيت أبواب المعابد، أتدرج بين الأسود والرمادي كانسحاق عاصفة. أنا والألوان إخوة في الرضاعة، لذلك أحرص على أن أكون مجانيا كقائد عديم الفائدة. أربي الأسماك اليائسة في أكواريوم رأسي، أستمتع بمنظر انسداد الأفق والعمال الذين يفرغون مستودعات الحظ، وأكره صورتي على جواز السفر. أدخل الامتحانات الكبيرة دون أن أفتح كتابا، لا أثق في العيون التي ترى الأشياء في حجمها الطبيعي، لا أثق في بيت به سلاح، لا أثق في امرأة لا ترقص على حبل، لا أثق في البداية من الصفر، فلماذا أجبر نفسي على حرب ليست لي؟ أحاور مبدع اليأس الكبار والكهنة المحبطين وجنود البحرية الذين هزمتهم الطحالب، وكل الذين يعتبرون الانتحار فكرة سخيفة لا تليق بغير توربينات الرياح والعقارب الشفافة وناشطات حقوق الإنسان. أنا وأصدقائي الذين ماتوا ووردت سناجبهم البيضاء نعمل كفريق واحد حين نتأمل العالم ولا نترك شيئا للصدفة. الصدفة لا تدفع أكثر كي نلمع اسمها. والجميلات اللواتي لا وقت لديهن للاكتئاب لهن مبررات مقبولة، فالرجال لا يلعبون الجولف ليلا. أفقد صبري فقط حين يفقدني، لذلك لن أستمر في مقاومة لا جدوى منها، ولن ألجأ إلى ما يسمى بالطب البديلي في حالة لا شعر المتقدمة. كان علي فقط أن أرسم وحلا كثيرا في السماء وأكتفي بتأمل منحوتة رودان كلما دعتني الضرورة لذلك. الأيام الصعبة هي الأيام الأكثر غباء، والسكاكين لا تسقط من أيدي قساة القلوب الذين يجعلون الوطن مثل ساعة راقية في غرفة محكوم بالإعدام. شكرا لكم. فعلا قصيدة جميلة أخذتنا إلى الأبعد. شكرا حبيبي، شكرا. ممكن أعلق على القصيدة؟ نعم، لكم كامل الحرية يا أستاذ. نعم حقيقة فؤاد شدود ما ظهر كيونسيس عبر حداثة الفكرة وكقلقامش عبر حداثة الأسطورة. الله أكبر. هذه هي شخصانية اللغة اللي تعبيها تعبيها الشاب. شكرا. هذا شرف لي أن أسمع هذا الكلام. فعلا حتى الألوان ظهرت وإن لم تفصح عن نفسها، ظهرت من خلال الكلمات. يعني أنت لو تلاحظ أثناء القصيدة ذكر عدة مكانات معينة، كل مكان إلى لون. وهذا أنا أعيش القصيدة، يعني أنا ما أستمع، أنا أعيش القصيدة، أنا كل القصيدة يعني من الكلمات. البابات يجيبني واحدة من الكلمات أو الحروف، ولذلك أرى الألوان حتى عندما لا تظهر ككلمة. نعم، أهلا مرة أخرى الأستاذ عمر. فقد
سنترككم لكي يتلمس الجمهور موسيقى الشعر مع اللون، سنترك قليلا مع لوحات الفنان. مرة أخرى نعود، فأستاذ عمر سمعتم قراءة الشعر للفنان والشاعر بصوته وباختلاجاته، فما كان تفاعلكم مع القصيدة ككل والإلقاء؟ ما قلت عن فؤاد في إبحاره الشعري ربما سأعيده، لأن التقاطات فؤاد من الواقع هي التقاطات بدون وسائط، اللهم إن كانت كما قلت تلك التجميعات التي تحقق الصدامية بين الأشياء، طبيعة التمثلات. كيف قلت بأن قصيدة الشردودي هي امتداد للتحول الذي طرأ في الحياة، وهذا الامتداد يقابله الجانب التجريدي الذي يمتد في التشكيل. أنا أعتقد بأن التجريد في اللغة شيء عادي أو شيء سهل، ولكنه هو مدعاة مجموعة من الخلفيات المعرفية، وأيضا من خلال رؤية فنية ابتغاها فؤاد الشردودي. أنا دائما أركز على مسألة وهو استدعاء الأذكياء، أو ما يقول بأنها قصيدة معولمة لا بد أنها تستدعي بعض المفاهيم، وأنها تحيلنا إلى أشياء ربما لم ننتبه إليها، وأنها قصيدة تستفزك أحيانا ببساطة عمقها، وأحيانا تضعنا بين أساليب ترى أنها بسيطة ولكنها تنخر فينا تلك التحليقات الاستعارية. فالقصيدة الحديثة ليست قصيدة صوتية، أحيانا قد تكون ليست قصيدة أدائية، بينما هي قصيدة مشاهدة عند أداء بصري وأداء استخدام كيف قلت المعرفة والتقنية في المشكل الشعري عند فؤاد الشردودي. نعم، أعتذر، فهناك ضيف جديد سأحاول أن أوضب له مكانا معنا. أعتذر. مرحبا سي محمد العامري. نعم، الفنان التشكيلي حبيبي، مرحبا.
اعتاد التدمير والشاعر من الأردن. هناك اعتاد بعد الوقت لإضافة نعم إذن أهلاً بشاعرنا بعد قليل ستكون على الهواء مباشرة بالطبع فالجمهور يسمعكم فتحية لمحمد العامري الآن هو على الهواء مباشرة كما تلاحظون فهؤلاء هم خير الأصدقاء الذين يهبون لنجدة صديقهم فتحية لكم كثيراً اهلا بكم اهلا لكي لا يكون هناك اختلاف فكما سألنا اصدقائك قبل قليل من هو فؤاد السردودي بالنسبة لكم فؤاد كائن مجنون الله أكبر طبعا التقيت في أكثر مرة فعجبني جنونه نعم. بارتكاب معصيات الشعر والفن الله أكبر جميل جميل جدا فهو متورط بسلالة أنثوية خطيرة تنتج له ميكانيزمات في اللوحة والقصيدة نعم فعليكم أن تحذروه في المغرب أهو مس أم تحدي لوضع ياما هذا هو جنون مس هو مس جمالي نعم نعم إذن من المس المحدود المحمود الذي لا يرجى معه تعاويد بل يرجى الغوص في أعماق الأعماق طبعا هو مس محمود أكيد وساعدته بحقيقة يمتلك روح وثابة تنتصر للحياة في كل لحظة وهذا هذا هذا يعني من صفات أو من ارتكاب المبدع لتأملات في طريقة حياته ليس بمسألة مناسباتية ولكنه في كل لحظة يتأمل ويحاول أن يلتقط من الطبيعة ومن الإيقاع ومن كل شيء أما المفردة الشعرية التي تحيل أيضا إلى خط أو لون أو مساحة ويعجبني فيه أنه ينتصر للإحساس بالكتابة والرسم أيضا ولا يوارب في التعبير عن ذاته بأي أسلوب أو شكل أين تجدون أكثر فؤاد الإنسان في القصيدة أم في الفرشاة واللون القصيدة هي فرشاة أيضا نعم نعم هذا السؤال سأجيب عليه بطريقة أخرى فأنا أتعامل مع المبدع بوصفه كائنا مبدعا فقط فكل ما يفعله هو له علاقة بإحالات وتأويلات الحياة القاسية التي تلاحقنا يحاول أن يعني يدرأ هذا أو يدرأ هذه الكآبة أو هذه القسوة من خلال الفعل الإبداعي ودالي كتب السينما وكتب الشعر وهناك أيضا 370 قصيدة لبيكاسو لم تنشر بعد فهنا حتى بيكاسو في باريس كان يكتب كان كتب على مرسمه ملتقى الشعراء ولم يكتب ملتقى الفنانين فهي مسألة مشتبكة فالإبداع هو يستقيل مبدع من موئل واحد جمالي واحد أما يذهب باتجاه النص أو يذهب باتجاه التلوين أو يذهب باتجاه الصراخ أيضا والتعجب من هذه الحياة نعم نعم فإبداعات فنان هل هي صراخ ثورة
أم قرع أجراس أم حكي عن لحظة لم أفهم السؤال. إبداع فؤاد الشدودي، هل هو صراخ يعني ثورة على وضعية ما، أم هو تحذير كقرع أجراس، أم هو يعني أنا حقيقة لم يبقى الصوت في مشاكل، مش مشكلة. على كل حال سأقول عن هذا الرجل الكثير. نعم لكم الخط. بأنه باعتقادي يعيش الحياة عبر هذا عبر هذه المسارات، حتى يعني أعتقد أنه يعني كنت أشاهد وهو يرسم، هو كان يكتب باللون، يكتب ويمد الخط ويقطع الخط باللون، وأحس أنه يعني يرسم القصيدة بطريقة تجريدية، فهو هي لغة تتلبس هذا الكائن، ومن خلال ذلك يعيش الحياة. واعتقادي انه يعني قدم شكلا شعريا لافتا من خلال التقاطعات مع ألم الحياة، يعني تأملاته للقطار، لفكرة المرأة القاسية أو النائية، هي صور من صور الحياة، وتجد ذلك أيضا في أعماله الفنية. هناك تقاطعات بالخط الأسود والأزرق، كأنه استحضر البحر ليقطعه جملة. فهناك إيقاع داخلي في العمل الفني ينتظم في تقاطعات الخط الأسود الحاد للمساحات اللونية، وهذه بخور أخرى من القصيدة، فهي عصرنا في حد ذاتها امتداد لهذا النمط التحديد. يعني هناك إشكالية اللهجة، يعني أعرف اللهجة ليس كثيرا، أرجو أن يعني أسمع بدقة السؤال. يعني هل هو عصرنا يعني تحديد للحوار أو التركيبة للقصيدة على النمط القصيدة ولا على اللوحة ككل؟ فهل هو عصرنا أم امتداد نحو التحديد؟ مسيرة فعلا. نعم بلغ هو باعتقادي. سؤالي نعم. بمفهوم آخر، هل فؤاد على حسبكم وصلت دورة العطاء أم لا زال يبحث عن أشياء أخرى في عصرنا أخرى وفي قالب آخر؟ أعتقد أنه لم يصل الذروة، لديه الكثير لكي يفعل أشياء عالية، هي تراكمات، مجموعة خطوط تتراصف لكي تشكل معمارا لا يمكن أن ينتهي إلا بالموت. فهو لم يزل ينشد ويغني ويسأل ويتساءل عن هذه الدنيا وعن هذه الحياة، فهو خط ممدود وممتد من الحبل السري للبحر إلى منحنيات امرأة غامضة هربت للتو من ظلها إلى ظل لوحته. نعم جميل جدا، كلام صادق. ونعود إلى السيد عمر العسين. أستاذ عمر، خلال الاحتكاك ديالكم بالأستاذ فؤاد وربما تنتظروا بزاف القصائد في مراحل عدة، فهل فعلا الأستاذ فؤاد التقى الظل ديالو، يعني الصورة ديالو اللي كيقلب عليها ما يبحث عنه في نفسه، هل التقى أم لا زال يبحث حسب معرفتكم به؟
السؤال الصوتي تردد. نعم ما... هنا أقر أنني درت واحد الغلطة، درت جوج د الميكرو وما قدتش نحيدهم لأن ديجا مع البت. إذا الغلطة غلطتي ولن تتكرر. نعم كانت المفاجأة أنكم جئتم هكذا على التوالي. نعم وأعمل لوحدي، ليس هناك لا أصحاب الصوت ولا فليوحدي، أعتذر. وأعتقد شخصيا بأن الشاعر دائما يضع الشعر كنقطة كأفق، في كل تجربة وفي كل كتاب شعري يقترب من هذا الأفق بحسب معرفته وبحسب منطلقاته وبحسب مشاريعه. غالبا المشروع لا يتحقق إلا بمنجز سواء انسجم أو اختلف. الذي حضرني في تجربة فؤاد الشربوني سواء في مشغلي الشعري الكوري أنه دائم البحث، دائم السؤال، ولا يبحث عن إجابات. دواوينه دائما تجد أنها تستبطن سؤالا، سؤالا وجوديا البحث، هو أيضا سؤالا جماليا، لأنه يؤمن بأن الواقع أبلغ من الكتابة، لذلك هو يبحث عن وقائع أخرى في تجريد آخر ممتد، لأنه تجريد الشنطوطي هو مغرق في الإبهام، ومغرق في غير المألوف، ومغرق في الغرابة، وهذا ما نحتاجه، ما نحتاج إلى فن وكتابة مهادن، إنما نحتاج إلى إبداع مشاكس مستفز يخرق شيئا قديما ولكنه يخلق شيئا جديدا. وهذه هي الرؤية التي استشفتها من تجربة فؤاد الشربوني. لا نحتاج إلى إبداع مرآوي إلى إبداع عاكس، بل نحتاج إلى إبداع يفرق الأشياء، يصنع خدوشا في الأشياء الصافية. لا نريد لغة مهاجرة، لا نريد لغة مهادنة، نريد لغة تقيم في ضفاف وحشية، لا نريد تشبيها عادية، لا نريد استعارات مفرورة، لا نريد هجرة لغة من جغرافية إلى أخرى. أنا لا أريد أن أجد القصيدة الشربوني صوتا آخر، إنما أجد صوته الخاص به، جنونه، مشاكساته، ديناميته الحياتي، كسرها في ورق، كسرها على القماش، هذا ما أريدني فيه. وفي كل تجربة قلت نربط بزانة زجاجية أي لا نراها، كيف يتخلص من التجربة السابقة لكي يجدد في التجربة الجديدة، أي تلك الحدود الفاصلة لا تتبين لنا. وهذا ما يهمني، أنه يؤمن بالاختلاف ويؤمن بالمألوف ويؤمن بالغرابة والعجب، يشاكس الفانتاستيك في أقصى مدى، ويشاكس الضعفاء في أقصى تجلياته. أعتقد بأن الكاتب المعاصر لا يحقق معرفته ليس بالكتابة وبالكلام، بل يحقق معرفته بالعلوم والفنون والتقنيات، ويمكن أن يستفيد من الهندسة المعمارية، ويستفيد من الميكانيكا الحديثة، ويستفيد حتى من محرك الكهربائي، هذه كلها شيء طيب. يمكن أن نضع لها أفقا في تجميل الكتابة، لأن الجيل الجديد ليس هو جيل مهاجر، هو جيل يستنفذ الجيل الكاتب التجارب، هي تجارب تجريبية تفتح دائما أفقها بالالتفات المعرفي والتقني والعلمي إلى غيره. نعم. نعود إلى
الأستاذ محمد لأنه لم نستوفيه حقه في الحديث. فكسؤال طرحناه على الضيفين الآخرين، ما هي رسالتكم للفنان والشاعر فؤاد الشاذلي؟ كل بساطة. ببساطة رسالتي للشردودي أن يستمر بهذه المناكفة الإبداعية، وهي من ضرورات الحاضر حقيقة، فما فعلوه الأسلاف شكرا لهم، علينا أن نفعل شيئا آخرا. وباعتقادي أنا أريد أن أوجه رسالة فيها قليل من القسوة. لقد برد النقد، فلم يعد هناك الإزميل الجارح الذي يستبطن النصوص بحيادية عالية. نحتاج إلى الآن حقيقة أكثر من أي وقت مضى إلى منظومة نقدية مختلفة عن المنظومات الكلاسيكية الأكاديمية. منظومة النص النقدي هو نص موازي للنص الإبداعي، يثير فيه الأعشاب والمياه والرذاذ والقشعريرة. يجب علينا أن نتخلى قليلا، ولا ننكر الأسلاف نهائيا، نتخلى قليلا عن التقليدية ونحاول أن نتعامل مع المنجز النصي للأجيال بطريقة مختلفة. بقول الشردودي برافو عليك، أن مزيدا من المشاكسة، مزيدا من المناكفة. ميرسي لله، ميرسي لله، عزبناك. باعتقادي هو مؤمن بما يفعل، وهذا يكفي لأن يستمر في المشاكسة والمناكفة. جميل جدا. وصحيح أنا أريد أن أقول شيئا، سيصدر له كتابا جديدا عن دار خطوط النشر والتوزيع في عمان، وأنجزنا الغلاف وننجز الآن بالإخراج الداخلي، وأقول له سلفا مبروك، وتشرفنا بكتابه، ونتشرف بهذه الخاصرة المغاربية التي تثير بي حقيقة كثير من الأسئلة في منطقة الثقافة. فأنا أحب وأعشق النص المغاربي، سواء كان بالنقد أو بالفلسفة أو يعني نصوص يعني تعجبني جدا، على تختلف عن نصوص المشارقة. شكرا على هذا الكلام الجميل في الإبداع المغاربي على كل، لكي لا نختف. فنعود للأستاذ ناظم. أستاذ ناظم، أعطيني الكلمة رجاء، غير نشكر أنا أنت هو ملعس لكم الكلمة. شكرا لصديق العزيز محمد العامري، التشكيلي والشاعر والناشر الذي تحاول أسعد جاد الله بدون أعرفك لا توارب لا توارب حقيقية كبيرة. أسعد دائما أن أكون معك، ولحظات جميلة تخاصمناها في أكيد سنتخاصم كل اللحظات الجميلة إن شاء الله. وهذا الرجل الذي يتقبع بالمايكروفون والسماعات، حابين نشوفه كمان، يعني نتصع لك معه. أكيد نروح لفرنسا. مرحبا، بنروح لفرنسا، شو المشكلة؟ مرحبا على راس والعين. بالطبع الله عزبناك، بدور الله عزبناك يا أخي، بدور القناة تشكركم فعلا. فكان لنا جد شرف عظيم أن نستقبل أربعة أصدقاء في آن واحد، فشكرا. فنعود يا سيد العريس، انتهيت لكم الكلمة دائما أستاذ فؤاد. أنا حقيقة يعني أتشرف بأن أكون أعتبر هذه الجلسة شهادة كبيرة، أتمنى أن أستحقها. حضور أصدقائي
الكبار في هذا المساء دليل على أنني أقوم بشيء على الأقل له اعتبار. أتمنى أن أستحق ما قلتموه، وأحبكم، وحبي لكم دافع للحياة، دافع للمزيد من البحث والمغامرة. أتشرف كثيرا بكل كلمة قلتموها. شكرا لكم. نعود إلى الأستاذ ناظم. فالنقد ما نقدرش نقولوا الانتكاسة ديالو، ولكن هزالة ديالو، هزالة النقد، أي دور للإعلام في ذلك؟ يعني الصوت مدى وصلني مضبوط السؤال، لكن ممكن أتكلم عن تجربة شردودي بكلمات بسيطة. لا، أنا قلت النقد في العالم العربي أو في العالم ككل، الانتكاسة يعني ركود ديالو، ركود النقد، فهل الإعلام التلفزة القنوات وكل انتكاسة دور في هذه الانتكاسة؟ حقيقة راح أتكلم كلام ممكن تسمحوا لي. نعم لولا السومريين، لولا العراقيين السومريين، ما كان كتابة ولا كان أكو شعر. أول ملحمة بالقامش، فمن كتب بالقامش أو لابد أن يكون ناقد لقلقامش في ذاك الوقت. ما كان ناقد غربي، كان ناقد سومري عراقي من العراق من هنا. لكن نحن لازمنا أن يمن علينا الغرب بنظرية نقدية جديدة، وهذا قصوره حقيقة في التفكير. ممكن أن نكون نقاد لنا مكانتنا ونبدع. وأنا قلت أثناء حديثي أن الشعر هو إبداع. المهم، والكتابة عنا يجب أن يكون بطريقة إبداعية. هذه الطريقة الإبداعية تعبر عن ثقافة الناقد، الثقافة العامة، الثقافة الموضوعية، الفلسفة وإلى آخره. كيف يعيش الناس، كيف يقرأ الناس. أنا قرأت شردودي بعبارة واحدة، أقول إن القصيدة لدى شردودي هي العبور إلى الحياة عبر القصيدة. هذا شيء جدا مهم. كيف نعبر عن هذا، كيف نملأ هذه الفراغات؟ تبقى هذه المواضيع على ثقافة الناقد وعلى حضوره وكثافة حضوره. واحنا بسم الله ما شاء الله لدينا شعراء كثيرون، لا نستطيع ان نتابع كل الشعراء، لكن فؤاد شردودي سيكون ضمن كتابي القادم الذي عنوانه بيانو ابيض بمفاتيح حضراء. جميل جدا، فنحن سعداء بان تصلنا هذه الاخبار. بالطبع يستاهل. فهو نعم المثقف، نعم المبدع. نعود إلى الأستاذ عمر لكي نمر، أو نبقى مع ناظم إذا كان لكم شيئا للإضافة، أو أنهيتم فكرة؟ نعم ناظم، حقيقة ننتظر. راح أقول عبارة مهمة جدا. نحن ننتظر من شردودي فتوحاته الجديدة في التشكيل وفي القصيدة. تحية، جميعا ننتظر. والأستاذ عمر العسري، ماذا تنتظرون وما ارتساماتكم حول المسيرة وبما تتوقعون؟ فهل ستنتصر القصيدة على اللوحة، أم اللوحة على القصيدة، أم ينتصر الثلاثة على الجميع ويكون امتداد آخر؟ هو سؤال صعب، لأن في البدء كان التشكيل قبل أن تكون اللغة. ومسألة الشعر، التشكيل هذه
هذه علاقة أثارها الفكر وأثارها الفلسفات القديمة وأثارها عصر التدوين وأثارها كل شيء، كتابة في الكهوف، التوكل بالرموز. أنا لا أرى فرقا بين الكتابة والتشكيل، لأن كلاهما فيه استعارات، التواشج كان ممكنا وتحقق في أكثر من كتابات، خواتيم، حواديث إلى غير ذلك. احنا لا نعرف ايضا التجربه الغربيه من ذيك التليجرامات والتشكيل، عندما نقول هناك تشكيل بالحرف وتشكيل بالصوره وتشكيل الضوئي الى غير ذلك، فهذه المساله لا انتهى زمن الفرقه بين الاجناس وبين الحوامل. الان نحن نتحدث عن كتابه خارج النوع وعن تشكيل خارج التصنيف، وكل تشكيل هو ليس مرهون بمدرسة أو باتجاه، وإنما مرهون بتجربة فردية في مشغل فردي تابع لفنان أو تابع للتشكيل. فمثلا التشكيل الذي ينتجون به الأستاذ العامري الفارق يخلق غرابته من خلال رؤية ذاتية وليس رؤية مقتبسة، أو إذن هي عوالمه. إذن هنا يمكن أن تحدث تشكيل أصبح صوت مفرد، أو كما قالوا كونه الصوت المنفرد تعني القصة. لا يمكن أن نعود إلى التجارب أو مدارس التشكيل الآن، لا، كل تجربة هي مدرسة بحد ذاتها. وبالتالي فؤاد هو لا يضع حدود بين التشكيل والشعر، فكيف نحن نضع له هذا الحدود؟ فدابا هو يؤمن بأنه يشكل الشعر ويكتبه بالألوان، وبالتالي فهذه المسألة هي راجعة إلى اختياراته وإلى قناعاته وإلى منطلقاته من الشباب. وكيف قلت بأنها هي علاقة جديدة وممتدة عن علاقة تشكيل الشعر، لا يمكن أن نفارقها حتى وإن كان الشعر في وقت ما له ارتباط بالموسيقى. الآن تعرف التواشج هذه بين الإيقاع والشعر والبصري، إذن هذا الثالث هذا هو إشكال جديد، إشكال ذاتي داخل في إطار كل المشاغل الفردي وكل استقبال وكاتب المشاكل. نعود إلى الأستاذ محمد الحميري، ففي إطار التحولات المجتمعية وما يعرفه رقمنا وما شابه، فهل الكتاب سيبقى محافظا على مكانته بين القراء، وسيكون هناك تقلص القراء في إطار التسارع نحو رقمنا، نحو الفيرتوية، نحو حقيقة رقمية؟ نعم، فليبقى الكتاب محافظا على مكانته ام فين السؤال؟ نعم اوكي، السؤال عن الكتاب ما هيك؟ نعم، مستقبل الكتاب امام الرقمنة والانترنت اوكي. يعني باعتقادي لكل عصر له أدوات خاصة به، وبدت الرقمنة تحاصر الكتاب الورقي، ولكن ما زال الكتاب الورقي يدافع عن نفسه وله رومانسية خاصة. فأنا يعني مشتبك بالجانبين، لكنني أرى إلى أن الكتاب الورقي له خاصية الهوامش والكتابة والعلامات بالقلم، وهذا هو جانب حسي نحتاج أن نلمس الورق والقصيدة وشكل القصيدة على الكتاب أو في صفحات الكتاب. دون إقصاء الجانب الرقمي فهو مهم، لأنني واجهت مشكلة في كثير من البحوث بأنني لم أجد بعض الكتب، فكنت أنزل هذه الكتب على الكمبيوتر
وكانت وسيط جديد لمساعدة كثير من الناس في الوصول إلى المعلومة. كل يعني حتى الآن أصبح هناك ما يسمى بديجيتال آرت، وهو وسيط يعني جديد، ولكن نستطيع أن نقيم أو إذا جاز الكلام عن محاسبة النص المنتج بمعزل عن الوسيط. يعني الآن زمان بالسينما كان عشان يعمل خدعة سينمائية يستحضر أدوات كثيرة، الآن يستطيع أن يفعل ذلك من خلال برامج بسيطة أو معقدة، يستطيع أن يأتي بالماء إلى المسرح، يستطيع أن يقيم مدينة كاملة وسينوغرافيا كاملة وخدعة بصرية كاملة. هذا شيء حسن، هذا شيء حسن جدا باعتقادي. أنه أشار الأستاذ الشرتوتي لمسألة مهمة، وكذلك الأستاذ ناظم، بأن بما يخص الكتابة الآن، الكتابة أو الإبداع خرج من القطيع ليكون فردانيا. وأهم ما أنجزته القصيدة المعاصرة هو إقصاء المدحويات وإقصاء الذم والتجريح الذي كان سائدا في القديم، والذي كان يأخذ الشاعر أو الكاتب أو الشاعر تحديدا قليل من المال مقابل النفاق الشعري للحاكم أو للسلطان. لكن القصيدة الإبداع الجديد هو إبداع ذاتي لكائن إنساني متفرد بأسئلته حول الكون وحول الحياة. فكل مبدع إذا كان صادقا هو بحد ذاته علامة تراكم بجانب العلامات الأخرى وتتجاور وتتفارق مع الأنماط الأخرى. السؤال الآن إلى الأستاذ ناظر. أستاذ، عالميا هناك المستوى الذي بدأ ينزل شيئا ما في المستوى المعرفي، عالميا مسألة معروفة في المستوى التعليمي، فهل هناك خوف على قواعد الشعر ومكوناته مستقبلا؟ أن يأتينا نوع آخر ليس فيه لا قافية ولا أي شيء، فهناك خوف من إبداع آخر خارج عن نطاق المألوف. بص ماذا أفهم السؤال يعني حقيقة؟ بس فهمت كلمة مستوى هناك، لا تتكلم عن مستوى هناك، أنا حاضر. سأحاول السؤال إنه هل هناك خوف على الشعر المستقبل يعني. الصنع التفعيلة والتركيبة القصيدة كما هي متعارفة بالجمالية ديالها من خلال الموسيقى ويعني في إطار هذا العصرانة وفي إطار أن المستوى التعليمي العالمي يعني ينزل. إذا قلنا القصيدة فنحن لا نقول فقط العربية، كل اللغات تعرف بعض الهزات، فهناك خوف على الإبداع الأكاديمي يعني الذي يخضع لقوانين الشعر ولنظمه، وتأتينا إبداعات أخرى خارج عن كل مألوف وعن كل سياق كحداثة. الشعر رفيق الحياة. نعم. يعني إذا الخوف على أن الشعر يموت، الشعر لا يموت، الشعر رفيق الحياة إلى الأبد. وأول إنسان كان شاعر، أول ما طحى كيف كتب قصيدة نثر، طبعا ما كتب قصيدة موزونة بذلك الوقت، ما كانت أوزان. فالشعر هو رفيق الحياة. العرب ليش أنتجوا الشعر؟ يعني العرب كيف كتبوا الشعر؟ لأن بلاغة اللغة عندهم في ذاك الوقت أنتجت الشعر، ولذلك عندما أنزل القرآن قالوا هذا شاعر أو مجنون، لأن أنزل ببلاغة أبلغ من البلاغة التي كانوا عليها. فالشعر لا ينتهي حقيقة، والشعر العربي اللغة العربية لغة الامتدادات واسعة. يعني إذا رجعنا على المصادر، مصادر اللغة
اللغة الإنجليزية أتوقع 300,000 مصدر، واللغة الفرنسية 250,000 مصدر، اللغة العربية 13 مصدر، من عدا المصادر اللي ما نستخدمها في الوقت الحاضر في لغة. نعم وكلا. نعم الشعر، الشعر لا ينتهي حقيقة، الشعر مستمر باستمرار الحياة. وإذا انظرت بالكون بأكمله، وفؤاد موجود وهو رسام، بعض الأحيان احتمال يبكي بدموع براقة قلق الوجودي، كل ما موجود هو نعم. هذا الذي أريد أن أضع أصبعي عليه، وأن الشعر هو في الحياة، يعني ليس بالضرورة أن الشعر يضمه ديوان أو قصيدة، الشعر في كل شيء، الشعر نعيشه، الشعر حياة. نعم. كما قال الأستاذ، يعني الشعر مستمر مع الحياة، تالي علينا أن نلتقطه، أن نبحث عنه في الحياة بتفاصيلها. الفنان أو الشاعر هو الذي لديه هذه العين الملتقطة، العين التي تحمل حساسية مختلفة، وبالتالي تتعامل مع المظاهر ومع التفاصيل والمشاهد الحياتية الطبيعية على أنها مصدر إلهام، فيها نوع من الكينونة الشعرية الدفينة التي عليه أن ينقلها من العادي، من الزمن الأفقي العادي إلى الزمن العمودي، زمن الإبداع، زمن اللحظة الشعرية. أستاذ فؤاد، هل لكم طقوس خاصة من أجل الإبداع؟ أم بعفوية تنغمسون إلى آخر رمق؟ طرق أعيد السؤال؟ أعود قلت؟ لا أعود إلى نقطة. نعم، قلت هل لكم طقوس خاصة من أجل الإبداع؟ أم تنغمسون بعفوية كلما جاءت الحالة؟ ممتاز، أعود قبل ذلك إلى فكرة أو مسألة الشعر والتشكيل وعلاقتهما. نعم. هذه المسألة يعني مسألة متعارف عليها، أنه وأنا أؤمن كثيرا بتداخل الفنون. الآن لم يعد لي حدود، لم تعد هناك حدود بين الفنون عامة، على الشاعر أو على التشكيلي أن يكون ملما بمجموعة من التعبيرات الفنية المختلفة، وإلا فإنه قد فاته الكثير. أذكر أن الشاعر الألماني الكبير ريلك كان يذهب إلى مشغل رودان في باريس في فرنسا. لماذا؟ وهو الشاعر الكبير كان يذهب ليتعلم ولينصت إلى ما يفعله رودان بيده وبمادته من جمال. وبالتالي فهناك تداخل، هناك تداخل بين العملية الشعرية، بين العملية بين الكتابة وبين الرسم بصفة عامة، وهذا مجال بحث طويل ومهم أيضا. على عودة إلى مسألة الطقوس، أنا في الحقيقة داخل، أو أنا في داخلي العملية الإبداعية حتى إلى درجة أن الطقوس تنتفي، وبالتالي أنا أعيش لحظة إبداعية طويلة تمتد إلى عمر بأكمله. فليست لدي طقوس خاصة كي أرسم أو كي أكتب، إنما أعيش تجربة، وهذه التجربة تتجلى إما في لوحة أو في قصيدة أو فيهما معا. نعم، نعود إلى الأستاذ عمر، فهل لكم إضافة؟ فعلا مرة أخرى أظن قد شرفنا على النهاية. خذوا الوقت، أنا لا
الوقت شغلنا. هو أثيرت مسألة مستقبل الشعر. نعم. لا. هو هذه المسألة هذه أعتقد أن يمكن أن نعوضها بمفهوم آخر وهو الحياة الأخرى للشعر. لأن الشعر في كل مرحلة معينة يجد نفسه في حياة هو الشعر. ولكن يجد نفسه في حياة أخرى. الآن ما هي الحياة الأخرى للقصيدة المعاصرة؟ هل ستغير من عواملها من ذلك السند الورقي؟ هل نحن في أفق البحث عن قصيدة أو قصيدة كليبية؟ لما لا؟ نحن نحتاج عن بدائل أخرى لعرض هذه المنتوج، لأننا نؤمن بأن الكتابة الآن لم تعد مرتبطة بالجانب التوقي والمعرفي فحسب، وإنما أصبحت صناعة يجب أن تخترق سوق التلقي الشعري. يجب أن نعيد النظر في كتاباتنا وفي أعمالنا التشكيلية ونفتح لها أفقا جديدا للترويج، التدبير، التسيير، ونجعل لها قاعدة بيوع وقاعدة قرائية كبيرة. نحتاج أن نستفيد من التجارب الأنجلو ساكسونية في هذه المنطقة، خاصة السوق الشعري الأمريكية. كيف لشاعر مثل ماكس سترانغ أن يحط بهليكوبتر على المسرح ويقرأ ساعة $200 للمقعد؟ شوف القيمة، قيمة الإنصات، قيمة الشاعر، قيمة الأداء الشعري في المسرح، في مسرح الجيب الذي يضم حوالي 200 مقعد أو 150 مقعد، ويقرأ الشاعر في 50 دقيقة أو ساعة بعض القصائد. إذا نحتاج إلى حياة أخرى للشاعر، نحتاج إلى إعادة النظر في النشر وفي التدوير وفي التسويق وفي حتى وضع الإعلان لصدور كتاب كذا وصدور مجلة كذا. إذا الجلسة كانت ممتعة جدا، وهذه المسألة أثيرها من أجل أن نفتح أفقا بحياة أخرى للقصيدة والدوحة. جميل. أستاذ محمد، نعود إليك دائما مرة أخرى، فهل في خضم الإعلاميات فهل لازال المبدع يؤدي دوره توعوي في شحن الهمم من أجل الوطنية، من أجل مفاهيم إنسانية وإشعاعية؟ فهل لازال له متسع أمام هذا الاختراق الهائل من آليات رقمنة وما شابه؟ يعني إذا أردنا أن نتكلم بهذا الموضوع يجب أن نعود طويلا إلى المنظومة العربية، طبيعة المجتمعات العربية التي بنيت على أسس سياسية مرتبكة، وهذه الأسس السياسية المرتبكة التي لم تتح لروح الإنسان أن تكون حرة. وباعتقادي الخيال العربي الآن محاصر بمجموعة من القوانين والقمع والديكتاتوريات حتى في الجانب الافتراضي، وهذا يضيق من مخيال الكاتب الذي يمشي في حقل من الألغام، حقل الحرام والحلال، حقل السياسة، حقل المنظومة الاجتماعية التي هي أقسى بكثير من الكتاب المقدس. هذا كل هذه العوامل تسهم في إقصاء المغامرة، المغامرة الإبداعية. فهناك ليكود إبداعي أيضا يقول لا ينتصر إلا لعمود الشعر، ولم يزل موجود هذا الليكود. وأيضا هناك متراس آخر لقصيدة التفعيلة. فيجب أن تفتح هذه المتاريس على بعضها حتى تختلط المياه، وننتج حوارا إبداعيا مفتوحا حول حرية الإبداع وحرية التعبير الفرد في كل قضايا. فكثير من المبدعين
دفع ثمن موقفه حياته اغتيل. وهذا كيف نطلب من مبدع عربي؟ أنا بقول مبدع العربي هو إنسان فوق العبقرية، لأنه ينشغل في قوته وينشغل في مسؤوليات بيته وينشغل في سؤاله الكوني، ومع ذلك يبدع ويرسم ويؤلف موسيقى ويقيم مسرح وهكذا. هذه عبقرية على عكس المجتمعات الأخرى. هي المسألة جميعها مترابطة. وأريد أن أشير إلى مسألة مهمة حقيقة تابعتها في أيام المعتزلات الصحية حول تداخل الفنون. فلقد قام مثلا أنيس الرافعي باستنطاق النصوص البصرية وتحويلها إلى نصوص لافتة، نصوص أدبية لافتة. وهذا الأمر له علاقة حقيقة بمسألة إعفاء الذات من التزمت في الشكل. فالآن الأشكال، يعني شعرية السينما، شعرية العمارة، شعرية الفيزياء، شعرية الرياضيات، لو لم يكن غاستون باشلار حرا لم ينتج هذا الخيال وهذا الفكر في المادة، سواء كان في النار أو في الماء أو في الهواء وأشياء عديدة. في تأملاته أنجز انقلابا في مفاهيم الفلسفة والكتابة الظاهرية. نحن نحتاج إلى أن ننظف أنفسنا من الداخل لنكون أحرار، وهذه مسألة تربوية، يعني لها علاقة بمنظومة تربوية أيضا، من بدء من الطفل وهو صغير حتى يصل إلى الجامعة. هي منظومة مرتبكة ومتراكمة ومجموعة من الخطوط والصدى الذي يحتاج إلى جهد عالي جدا وتوجهات حقيقية من الدولة لإنتاج فضاء حقيقي حر شفاف للتعبير الإنساني. أستاذ نادر، لكي لا تبقى صامتا هكذا، فهل حقا المبدع يؤدي دوره أم يخضع لما قاله الأستاذ من إرباكات سياسوية وحسابات؟ هل يؤدي دوره؟ نحاول أن نؤدي دورنا من خلال الكتابة ومن خلال حتى تصرفاتنا الشخصية، علاقتنا بالناس، علاقتنا بالآخرين. هذا جدا أيضا مهم، تعتبر كتابة غير مرئية لكن مشاهدة ومسموعة. أيضا ما نحاوله في الكتابة أن يكون للمجتمع ثقافة عامة جديدة تختلف عن ما كان موجود سابقا، وضيف للي ما موجود سابقا، لكن أيضا توازي العالم الافتراضي الذي نحياه الآن. يعني كل ما موجود لدينا هو حاليا عالم افتراضي، ولذلك نحاول أن نكون بالتوى هذا العالم. نعم أستاذ، آخر كلمة لكم الحرية، قولوا ما شئتم قبل أن نمر إلى الأستاذ عمر وبعد محمد ونختم مع فؤاد. آخر كلمة. والله آخر كلمة أنا بالنسبة لي أشكركم. شكرا. وأشكر هذا الحضور الجميل وهذا اللقاء الممتع، وأتمنى أن يستمر، يعني واستمراريته غير منقطعة، وهذا تقديم جدا جميل. وأشكر حضرتك وأشكر الحاضرين، وأتمنى للأخ فؤاد شردودي المزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله. بدورنا نشكركم كثيرا، والكلمة للأستاذ عمر.
بدوري أذكر خبر الكرام وأنا سعيد بالتعرف على كذلك أستاذ محمود وأستاذ محمد العبري، أشد على أستاذ عمرو من خلال دار خطوط على التدبير الجميل، وهي شكرت هي لمة احتفائية شقيقي ولم يكن فرد الأصدقاء كتر في مقدمة الشاعر هذه هذا اللقاء وفتح أفق قمنا بالاحتفاء في التجربة ونفسي لأن شخص قد اجتماع المشكلة الأسفلة في تلك المعين فيها وألف مبروك السفؤاد على هذا الاحتفاء الجديد والاقتراب والتين ورائع. الأستاذ محمد والتحية، أقول كثير سعيد بهذا اللقاء لسبب بسيط، أنه لقاء حر غير تقليدي عن الفضائيات أو القنوات التلفزيونية الأخرى، هو لقاء حر، لقاء ثقافي كأنك في مقهى بصري، وهذا شيء مهم. وأقول أيضا بأن الشعر باقي طالما هناك ثمة ألم وثمة حب وثمة قشعريرة وثمة حياة، لن ننفصل عن هذا الكائن الشعري الجميل. شكرا. والإشارة يا أستاذ، فقناتنا قناة عصامية، ولكن تبث بطريقة احترافية تضاهي القنوات الكبرى، ولكن ببساطة ولا نتصنع. وشكرا لكم، ففعلا ما يتلش الصدى والسماع كل هؤلاء الأساتذة، وأنتم كتر وأنا وحدي. تحية لكم، ونترك الأستاذ فؤاد في آخر كلمة قبل أن نختم. شكرا لكم كثيرا. بدوري أشكرك صديق عبد العالي على هذه الجلسة الممتعة، وأتقدم بالشكر للأصدقاء أعزاء الذين سيأتي شكرهم عبارة عن لوحات قادمة وقصائد قادمة. جميل. أحبكم وأنا سعيد جدا بهذه الجلسة الرائعة التي أتمنى أن تتكرر، ولنا موعد دائم مع المحبة ومع الشعر ومع الحياة. وميرسي لله عزبناك. لا والله. فالإشارة في القناة ترحب بكل المبدعين كيفما كانوا، شعراء، كتاب، ولمن يريد أن يستضيف صديق فأهلا به، فكلنا أصدقاء في خدمة الفن. والقناة قناة عصامية، قناة المبدع، وقناة الجميع من أقصى الدنا لأقصاها. فتحية لكم وشكرا لكم، كانت جلسة فعلا ممتعة، وسنترك الجمهور مع لوحات الأستاذ الشدودي قبل أن ننهي الحلقة. وشكرا إلى حلقة أخرى من ضيف اليوم، وشكرا جزيلا لكل الضيوف.